وللمزيد ينضم الينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل من محافظه الجيزه. محمود اهلا بيك. وضعنا في هذا الحراك لدعم الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزه. أهلا بك محمد وبكل السادة المشاهدين. كما تحدثت هو حراك كبير وتجمع كبير من المواطنين من مختلف المحافظات خاصة هنا في محافظة الجيزة للتعبير عن كامل الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين من خلال مشاركتهم في أكبر حملة أطلقت للتبرع بالدم. هذه الحملة التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي منذ يعني ظهر اليوم، ونحن تواجدنا في الأماكن المختلفة التي تستقبل المواطنين في محافظة الجيزة. نتحدث عن هذا المكان الذي نتواجد فيه في جمعية رسالة، إحدى المؤسسات التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والتي استقبلت عدد كبير من المواطنين الذين جاءوا للتبرع بدمائهم تعبيرا عن تأييدهم ودعمهم الكامل للشعب الفلسطيني ولدعم القضية الفلسطينية. منذ أن استقبلت هذه الجمعية المواطنين جمعت ما يقرب حتى الآن من 93 كيس دم، وهذا الرقم هو رقم يعني كبير جدا للغاية مقارنة بالعمل الطبيعي أو بجمع أكياس الدم في الأيام العادية، لكن اليوم كان هذا الرقم يعتبر رقم كبير في هذه الساعات التي تم استقبال المواطنين فيها في محافظة الجيزة، ويتم إجراء بعض الفحوصات الطبية للمواطنين للتأكد من أنهم يعني يسمح لهم بالتبرع بالدم. ثم كان أيضا على مقربة من هذا المكان وهو المركز القومي لنقل الدم، أحد أهم المراكز الكبيرة في نقل وجمع التبرع بالدم وهو التابع لوزارة الصحة والسكان. هناك وجدنا عدد كبير من المواطنين الذين توافدوا على المركز للتبرع بدمائهم، يعني تم جمع ما يقرب من 59 كيس دم. وأيضا كان هناك مختلف الفئات من الشباب وأيضا من الفتيات وأيضا الرجال في كبار السن الذين يعني توافدوا وقدموا كل ما يتم دعمه وتقديمه من أكياس دم للشعب الفلسطيني. أيضا كان هناك بعض القيادات، نتحدث عن كانت هناك الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة، والذي أكد على الموقف الثابت للحملة وفي دعم القضية الفلسطينية وفي دعم الأشقاء الفلسطينيين، ووجه دعوة إلى كل المواطنين القادرين على التبرع بالدم في النزول في كل المحافظات للتبرع بدمائهم. أيضا كانت تتواجد مؤسسة أبو العينين ومؤسسة أيضا حياة كريمة التي أعلنت أنها تشارك في هذه الحملة التي أعلن عنها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في كل المحافظات اليوم، والتي أعربت أيضا عن أسفها الشديد تجاه الأحداث التي تتم في غزة، وأيضا أكدت أن يعني كل المتطوعين فيها يشاركون في هذه الحملة، بالإضافة إلى توجيه نداء ودعوة لكل المواطنين المصريين بالمشاركة في هذه الحملة. وأكدت أيضا أنه يتم تجهيز يعني قافلة إنسانية وغذائية وطبية كبيرة بها عدد من المواد الغذائية وبها عدد من الأدوات الطبية أيضا والأطباء من مختلف التخصصات للمشاركة والدعم وتقديم كل الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين. محمود بالتفصيل اكثر على هذه القافله، ولكن صوره كبيره تعبر عن كل الدعم والحب للشعب الفلسطيني. تسمعني محمود؟ تسمعني محمود؟ يعني سنتحدث اكثر تفصيلا عن هذه القافله، ولكن حمله التبرع بالدم هل فقط اليوم ولا ستستمر لاكثر من يوم؟ يعني هذه هي مرحلة أولى ستكون اليوم، ستنتهي في 8 مساء، ويعني ربما يتم الإعلان عن حملات أخرى أو عن استكمال هذه الحملات في أيام أخرى، لكن اليوم يعني ستستمر هذه الحملات حتى 8 من مساء اليوم في كل المحافظات التي يعني تم الإعلان فيها عن هذه الحملة. وبالتأكيد سيكون هناك مراحل أخرى سواء متعلقة بالتبرع بالدم أو حتى بعض
بعض القوافل الإنسانية الأخرى التي سيتم تجهيزها لمساعدة الشعب الفلسطيني. وهنا مستمرون في تلقي كل المتبرعين بالدم، يعني أنا أرى من خلفي هناك أيضا من أمامي عدد من المواطنين الذين لازالوا يتوافدون على هذا المكان للتبرع بالدم، ويعني متوقع أن يكون هناك عدد أكبر أيضا خلال يعني على الأقل الساعتين القادمتين. أشكرك جزيل الشكر الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من محافظة الجيزة.